يا حبايبي، يا رب يكون الجميع بخير يا رب. رسالة مؤثرة من شذا للمتسابقة هايدي محمد بعد استبعادها من ذا فويس كيدز. تعالوا نشوف الخبر ده كده معانا. علقت المطربة شذا على أزمة المتسابقة المصرية هايدي محمد التي تم استبعادها أمس من برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز المعروض على شاشة MBC. وكتبت شذا منشور على صفحتها على الفيسبوك علقت فيه وقالت: البنوتة دي صوتها يجنن، وقفتها كلها حرفية مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه ما اكتملش. تفتكروا ديت بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل ازاي؟ وتابعت شذا قائلة: انا كتبت للبنوتة دي علشان اللي يعرفها يقول لها ان هي بالنسبة لي وبحكم خبرتي المتواضعة من اول لما خلصت هذه ليلتي قلت لازم اكيد حد هيلف، واكيد زي كتير قالوا كده. طبعا هم ليهم كامل الاحترام في قراراتهم، بس انا تعمدت اكتب ليها ان كلنا في اول طريقنا قابلنا حاجات معاكسه كتير ولسه بنقابل، فياريت تكون دي نقطه انطلاق جديده ودفع ليها تخليها تتحدى وتركز انها تكون موجوده، ونشوفها كمان كام سنه من نجوم الوطن العربي. صوتك حلو جدا يا هايدي. وغنت هايدي خلال الحلقه اغنيه هذه ليلتي للراحله ام كلثوم، ورغم صوتها وادائها المتميز الا انه لم يلتفت لها جميع اعضاء لجنه التحكيم، وفوجئ جمهور برنامج ذا فويس كيدز بحذف أغنية الطفلة هايدي من موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. وتضمن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز في الموسم الثالث كل من اللبناني عاصي الحلاني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان محمد حماقي. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، مش عارفة هما فعلا ليه استبعدوا الطفلة هايدي من أغنية، وكمان حذفوا أغنيتها اللي كانت نازلة على اليوتيوب، استبعدوها خالص من لجنة التحكيم، مش عارفة ايه السبب. اشوفكوا على